إذن مشاهدي محمد يا برنس، كما وعدناكم ببث مباشر من سكن أحد المواطنين بالمحمدية وبالضبط بحي رياض جوج اللي تفاجئوا بالحمد للعيد الكبير يعني في واحد الحالة جد 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 سيئة. إذن معنا أفراد هذه الأسرة هذول اللي غادي يتكلموا لنا على هذا الكبش. إذن السلام عليكم. إذن اشرح لنا شنو اللي وقع معكم اللي شريتي اللحم ديال العيد. خويا العيد شريت نهار الاربعاء في الرحبه وجبنا الخروف ديالنا عادي جدا. اييه. المهم نهار العيد ذبحناه بخير، كلينا منه شي شويه. ثاني عيد تاهو كذاك دينا الجزار في ثاني عيد، داز عليه 24 ساعه تنشف. دينا الجزار في الصلو عادي جدا، درناه في الكونجيلاتور واليوم ملي جينا زعما نطيبو تفاجئنا بان اللون ديال اللحم تبدل. هو داك كما كتشوف بالصوره ولا كيميل الخضوريه ولا الزروقيه تقريبا، والريحه ديالو خانزه بزاف. هنايا باش نهزوها بيدينا لان تشوف هنايا. اذا هادشي خديتو من الرحبه؟ خدينا من الرحبه وكانت في زعما ديك العلامه ديال كانوا عنده الاكباش بزاف. هذا اللي شريتو من عنده كان كامل شراهم عندو الناس. ما عرفتوش شي ناس مثلا اللي جيرانكم مثلا شراو من عنده باش تسولوهم واش الحوالي ديالهم حتى هما لهذا المشكل. ما كنعرفوش اول عام جينا نتقنا هنا المحمديه ما كنعرفوش الناس هنا بزاف. اييه. مشينا شرينا بحال الناس بحال الشعب المغربي، مشينا الرحبه شرينا. اييه. وساعة تفاجئنا بهذا اللحم هذه بلا سبب بهذه الطريقه المعفنه. المهم عطي الزوجه ديالك لان هي اللي كانت شرح لينا المشكل. ايوا المشكل حتى انا راه بحال يعني تفاجات اليوم يلاه جيت باش نطيب وانا نتفاجئ بهذا الحاله هذه. معيدين وما معيدين. ايوا الحمد لله ولكن حنا ما بغيناش تعاود الناس وحدين اخرين. حيت عاد كل عام كتعاود المواعيد ديالكم كنشكروكم بزاف. حنا كنا غنلوحوه جمعنا باش نلوحوه ولكن بغينا باش الناس تعرف والناس تاخذ الاحتياطات ديالها وتاخذ في بلايص معروفه لان على الاقل باش انها يتمكن لها باش ترجع. نعم. حنا دابا خدينا في الرحبه ولكن ما عرفنا السيد كي داير. فهمت السيد ما عرفناش بحال الناس راه خدينا وجينا في حالته. السؤال اللي مطروح اللي كيطرحوا الناس تقريبا دابا يومين ديال العيد واش كليتوا منه شي حاجه بكل صراحه؟ لا كلينا منه طبيعي الحال، كلينا منه نهار الاول. عارفينه في هذا اللون؟ لا ما كناش عارفينه نهار الاول. كلينا عادي نهار الثاني كلينا عادي. الحاله الصحيه جيده لحد الان؟ واسع. حنا كليتوا غير الكبده. اعطي الميكرو. شنو اللي كليتوا؟ كلينا شويه ديال الكبده ما كليناهاش كامله. أيه. يعني واحد الشويه. وثاني البارح الكوطلات. العشاء شنو اللي درت؟ لا ما درناش ما درناش مشينا عند الاخت ما كنا معروضين ما. أيه. الحمد لله ان ما درناش. اليوم عاد كنا غادي ناكلوه زعما. ايوا دابا كلشي غادي نتلوحوا. دابا كلشي دابا كلشي حتى حاجه ما تبقى لا راس لا العين لا حتى حاجه. كلشي حتى حاجه ما غاديش تبقى. كلشي. سميتو المصلحه ديال حفظ الصحه المحمديه طبعا مشيتي لها. الاخ مشي اتصلت بجمعيه المستهلك بار تليفون قلبت عليها في الانترنت. أيه. المهم الله يجازيه بخير عيط ليا صافتني للمكتب الصحي. أيه. مشيت للمكتب الصحي قال لي عبدي حنا ما مسؤولينش على شي ديال اللحم. خليك معنا مكالمه. الو السلام عليكم. عندك شي تدخل بخصوص هذا الموضوع؟ اعطيني الميكرو. يعني انتوا الى المدينه؟ احمديه عزيز الواجه. وقعت لكم نفس المشكله؟ شويه ديال الريحه. نعم. منين شريتو الى بلاصه؟ وما اتصلتوش بهذا اللي شريت من عنده باش تقولوا لي شنو اللي وقع وهذا؟ وما كاينش شي صراحه. خدنا واحد خصافي في داخل البطاف جينا عوضنا داك الشيء صافي. ما حاولتوش تتصلوا بالمصلحه ديال حفظ الصحه بالمحمديه؟ لا ما اتصلتش بها خويا. حيت من المفروض خاصكم تتصلوا بهم وتجي واحد اللجنه من المصلحه ديال الصحه بالمحمديه تجي لعندكم حتى العين المكان لانها معنيه بهذا الامر هذا. صحه المواطن راه هي اولا وكل شيء. اذا الحولي ديالكم اللحم دابا اشنو درتوا به؟ واش كتاكلوه ولا شنو؟ لا لا اللحم كامل مشى دابا كلشي صافي. كلشي مشى. كلشي حيدنا. اها. كي شفتي الحاله ديال هاد الناس اللي حنا عندهم دابا هنايا في درب الرياض بالمحمديه؟ اخويا شفت الحاله وصراحه زعما راه شنو نقول لك زعما ظاهرة غريبة على المحمدية وعلى بسيط المغرب كامل بصفة عامة. زعما كل العيد كنقول
خاص المسؤولين بالمحمدية انهم يتحركوا باش يشوفوا الحالات، لان صحه المواطنين راه ما سهلاش. اذا كان شكرك. نعم. اذا دابا خاصني اول نشكر اللجان، وثانيا هذاك اللجان ما كانش واحد الحمله تاع السياحه كاين ربي كاين شنو، ما كانش واحد الناس كيما كيما انا ما كنتش عارف كاين شنو خاص هذا الشيء. نعم. اذا كان معنا مشاهدينا واحد من المواطنين اللي اتصل بنا مباشره بالبرنامج اللي هو توعدوا نفس هذه الحاله هذه، اذا علقوا لنا على هذا كما قلت. بعدا اتصلت بجمعيه المستهلك جزاهم بخير، صرت المكتب الصحي، مشيت للمكتب الصحي قالوا لي ودي حنا ماشي ما مسكتش على شي ديال الحمد ديال العيد، سير السيرفيس ديال السكيورتي سانيتير ودوي اليمونتير بونسا. مشيت ليها ما لقيت حتى شي واحد، لقيت الباب مسدود. اذا دقيت جميع الابواب لقيت سكوتش ما كاينش اللي يعطيني شي جواب، واتصلت بالجريده ديالكم باش نوضحون ويعاونوا الناس شي شويه. انا ما كيهمنيش انا اللحم، الحمد لله الخليفه على الله السنه راه درناها الحمد لله، كلينا منه داكشي شويه الحمد لله، راه ما طحناش مراضين الحمد لله على كل حال. غير الرساله ديالتي انا متاكد انا هاد الحولي عند هذاك السيد اللي شرينا عنده الناس بزاف شراو عنده، يعني ما يسكتوش ولا انهم يمشيو ياكلوا داك اللحم يقولوا راه ما فيه والو، يمشي يغسلوا بشي حاجه ويقولوا راه ما فيه والو، بالعكس بغيتهم حتى هما يتصلوا ويرفعوا شكايات للجهات المختصه، بس حتى الجهات المختصه تكثر ما نقولش حنا ما كديش خدمتها وانما مقصره. كما كنشوفوا انت القضبان في الحقيقه قطعتهم، وبقى حنا بدورنا نبقى في الحال، واول ما عيطت لي انا قلت لك راه غادي نجيب لك معايا ضروري، حنا نجيبوا لك معنا الى سمحتي بلا ما تبين الى قبلتي منا هذا الحم هذا. شكرا الله يحفظك. شكرا الله يجزيك. الحمد لله لقيناه في صحه جيده الحمد لله، الله يجزيكم بخير الحمد لله. هما القضبان راه مصوبين مقادين، خاصكم شي حاجه اخرى. شكرا الله يحفظك. حنا غير المجيء، حنا جيران، حنا المجيء. اي واحد خاص ليه اللحم يعيط لينا ماشي مشكله. شوف المجيء ديالكم احسن لينا من اللحم كامل. لا 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 بالعكس، احنا بغينا الرساله توصل. المجمر دابا كنا كناكلوا المجمر بقى شاعل، قلت للمدام ماري المجمر براسو نديو. الله يحفظكم. اذا كنتمنوا المسؤولين، لكن كنتمنوا المسؤولين بالمحمديه انهم يتحركوا بخصوص هذا الملف بشكل عاجل وعاجل جدا، واليوم وهذه الساعه هذه قبل غدا ان شاء الله، لان الحاله خطيره بمدينه المحمديه الحاله هذه، والحاله اللي اتصلت بنا الان بار تليفون. اذا هذا الشيء اللي غادي نقوله اخر الكلام كنوجه رساله للجان المختصه في هذا الميدان هذا، ان في نهار العيد مثلا ماشي يمشيو غير راقبوا مثلا لي كرون سيرفاس اللي معروفين كيبيعوا الحواله بالكيلو وداكشي، يمشيو للرحبه، لان الرحبه تما كيمشي المفروض انهم يمشي يسبقوا للرحبه هي الاولى، لان الشعب اللي ما فحالوش كيمشي لهذيك البلاصه باش يتقضى، حتى تما خصهم يديروا لي كونترول ديالهم، ياخذوا شي عينه يديروا التحاليل، عطى الله ما يدار، هما عارفين احسن منا، هما خبراء في هذا الميدان هذا، باش الناس مساكن ما كيقدروش يوصلوا للشكايه ديالهم. هنا غادي تطرح في البال ديالي واحد السؤال جد مهم. دابا طبعا هذا اللحم هذا مريض، طبعا الطريقه اللي غادي نتلوحوا بها واش عارفين ولا ما عارفينش؟ ما عارفينش يعني الحيوانات طبيعة الحال، وهذا هو السبب، هذا السبب الاول اللي خلاني نتصل باش نشوف هذوك الناس اشنو هي الطريقه باش نحيدوا علينا. ما عرفناش انكم مثلا دفنوه في شي اما نورمالمون خصو يتدفن ويدار له لاسيد وشي حاجه، ما حنا ما الحيوانات حتى هي يكون بعيد ما لقيتش. لا خطير وخطير جدا، شوفوا بالكاميرا لانه ما لقيت ما ندير، لان اتصلنا زعما من باب الاحتياط بالمكسب اللي مسؤول على الصحه بالصحه ولا بلونسا، ما لقيناش اللي جاوبنا تمايا. انا دابا مضطر انني نتسنى بالليل. حنا غادي نتابعوا معكم ان شاء الله هذا الموضوع ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكراً جزيلا. شكراً. 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 السلام عليكم.